ايه مالك؟ اتخضيتي كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حاجة، انا بس يعني اتفاجئت شوية، ما كنتش متوقعة. اتفاجئتي على اساس يعني انك ما كنتش تعرفي الحوار ده قبل كده؟ ما سمعتش ازاي يا ابني؟ بس ست والدتك كلمتني وانا بلغتها على طول. انما يعني غريبة ليه ما جاتش معاك النهاردة؟ لا اصلها شدت يعني مع اخويا حسن شوية، فانا قلت بقى قلت بقى تيجي تفرحها بخبر حلو كده وتيجي تخطبني، مش كده؟ لا مش كده، انا قلت اما اجي افرحك انتي، اقصد يعني ان اجي اطلب ايدك، ولا انا ما كفيش عم جدل؟ ما تكفيش ازاي؟ ده انت مال وهدومك وتشرف اي حد. يشرفك انت يابا لكن انا لا. ايه ازاي يعني ما شرفكيش يا سحر؟ شرفني كاخ، معرفه عيش وملح، بس مش اكتر من كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كتر خيرك يا عاطف، عملت اللي عليك وزياده، بس الجواز اسمه ونصيب. انت ايه اللي بتقولي ده؟ الكلام ده ما يصحش يا سحر. لا يصح يا عم جدل، تقبل او ترفض ده حقها، الجواز مش بالعافيه. سلام عليكم. استنى بس يا عاطف، انت ايه اللي قبلتيه ده؟ يابا هو انت ليه مش عايز تصدقني؟ الحوار ده كله ولا في خطوبه ولا في حتى جواز. مفيش جواز ازاي؟ ما الراجل جه لغايه عندي وطلبت مني شفقة يابا، شفقة وسد ديون. ماما قوت بتصلح غلطة ابنها وبتستر عليا من الفضيحة اللي هو عملها لي، وهو بقى مجبور على الحوار ده كله. يا سلام، مين بقى اللي قال الكلام ده؟ هو اللي قال يابا، هو اللي قالها بلسانه كمان. قال ان امه زعلانة من اخوه، وانا متأكدة ان الزعلة دي عشاني انا، ومتأكدة كمان ان كل ولادها مش وافقين على الجوازة الرخيصة دي، واولهم عاطف يابا. احسبها بعقلك يابا مش بقلبك. لو دي قراية فاتحة بجد، ماما قلت ما جاتش مع عاطف ليه؟ طب عاطف لو بجد عايزني طالب ايدي كان طنشني كده وما ردش عليا، ويجي كده على غفلة ويقولها من طرف لسانه؟ انت عندك حق، عندك حق يا سحر، بس يا بنتي برضو انت ما تنكريش انك ايوه يابا بحبه، وكمان طرت من الفرحة لما عرفت ان ماما قلت طلبت. مش ده اللي انت عايزني اقوله؟ وانا مش هنكرها عليك يابا ولا هخبيها، بس انا مش معيوبه يا عم جدال، ومش انت اللي هترضى على بنتك كده، مش انت اللي هتلبسني دبله جوازي تخليص حق وجبر خواطر. لا اللي انت بتقولي ده غلط، انا قلبي حاسس ان اللي بره دي ام حسن وجاي عشان تكسفك وتقولك ان اللي انت قلتيه ده اي كلام في اي كلام. هتشوفي صح. لا مش أمي يا عم جدل، بصراحة بقى بنتك طلعت شوافة أكتر منك وعندها حق في كل كلمة قالتها. إيه ده، هو أنت سمعت؟ أيوة سمعت، ومش غلطتك في أي حاجة إلا كلمة واحدة. ودي كلمة إيه بقى إن شاء الله؟ كلمة إني مش عايزك، وإني جاي أخدك تخليص حق. أنا عايزك يا سحر. عايزني؟ ولو ركبت دماغك وقلتي لا هكسرهالك. معلش بقى يا عم جدل، اصل انا ما بحبش دلع البنات ده. يا صلاة النبي احسن، اهو ده الكلام شفتي؟ اهو انت كده يا واد ابن ابوك بصحيح. ها قلت يا ست البنات، نقرا لك الفاتحه ولا نقراها عليكي؟